إن شاء الله نحكيها بالدرس الحضوري. بالنسبة للدرس الإلكتروني، أنا أتمنى من حضراتكم الاهتمام به، لأنه المادة اللي راح نعطيها يعني لا تختلف عن موضوع المادة اللي راح نتكلم عليها، أو هي سلسلة تكميلية اللي راح نتكلم عليه بالدروس الحضورية. الحضور مهم جدا، لأنه في نهاية الفصل أو في بعد امتحان المد سيكون هناك تقييم أو درجات على الحضور. هاي شنو هاي الصوت؟ رجاء اغلقوا المايكات، ما احب اسمع هاي يعني الاضافات. اللي عنده شيء ممكن فقط يفتح المايك ويحدثنا، يسعدنا ان نسمع من عنده. بالنسبه للكتاب المنهجي، هو مثل ما تعرفون جايتن، ان شاء الله ايضا راح اخلي لكم اياه على الكلاس روم. لذلك انا طلبت البارحه من نزلت البوست، بلغوا جميع زملائكم، يعني لحد الان العدد هسه اللي امامي هسه دا اباوع عليه العدد 303، وانتم تعبرون ال 440. زين هاي ال 140 طالب وينهم؟ ليش ما يسجلون هنا؟ نمره واحد. نمره اثنين، احد الطلاب الان يعني واحد من الطلاب من عندكم دخل هنا بالميت بالش اسمه الحساب الغير رسمي مو الحكومي. انا اليوم سمحت لانه اول محاضره، المحاضره الثانيه ما راح انطي بيرميشن، يعني يقدر يروح على الاف سي سي وراح نلقي لنا حلول لهذا. انا عندي خمس روابط بالنسبه للميت، اقدر انزلهم خمستين، اريد اسوي تيست عليهم، لانه صارت في عند بعض الزملاء صار عندهم صدى، يعني صوت صدى، فما أريد تكرر التجربة وياهم إن شاء الله تعالى. إذا أحد عنده أي ملاحظة سريعة خلنا نحكي بها قبل ما نبلش بالموضوع. عم نبدأ التسجيل أيضا، راح نسوي ريكورد. ملاحظة أخيرة ذكرت، كل الفيديوهات اللي تخص موضوع الفصل الأول موجودة على البروفايل الأكاديمي مع الجامعة المستنصرية، يعني بإمكانكم مراجعة البروفايل الأكاديمي، تلقون فيديو أيضا قناة اليوتيوب خاصة عندي ماتي بها كل الفيديوهات اللي تخص المواضيع الفصلجة للفصل الدراسي الأول والثاني. أحد عنده استفسار؟ عمود نبلش. العفو دكتور، نعم بس سؤال، ما اعرف اذا ذكرت قبل شوي، يعني دخلت بخصوص الماده، احنا اخذنا اول بارت من الجهاز العصبي، لا اول بارت اخذته سيل فيزيولوجي، بعدين راح تاخذون الجزء العصبي، الجزء الاول من الجهاز العصبي ودكتوره رغد. بس انا اي فهسه انا راح ابلش، ما له علاقه، كل من ياخذ مجموعه من هو هذا السؤال دكتور، يعني كل واحد راح ياخذ الماده الخاصه؟ نعم نعم، كل واحد ياخذ ماده معينه مقسمه، قلت لكم انا راح اخذ الكارديوفاسكولار زائدا الرينال فيزيولوجي. شكرا على الملاحظه. شكراً. احد بعد عنده سؤال؟ عم نبلش رجاء، خلينا نسوي ريكورد. اي ممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أبناء الطلبة. إن شاء الله راح نتحدث معكم في هذا الفصل أو في هذا الدرس على موضوع الـ Heart and Circulation اللي هو Part of the Cardiovascular System. As you know, cardiovascular system has many components. يعني المكونات الجهاز العصب، الجهاز القلب الوعائي مثل ما تعرفون composed of different parts اللي هي mainly the heart, blood vessels and the blood. Each part of these general or these components have a general functions. شنو إذن يسموها يعني الوظائف العامة لهذه المكونات الثلاثة؟ Transportation, regulation, protection and production or synthesis. شنو الترانسبورتيشن؟ The transportation of everything transported by the blood. يعني nutrition, drugs, ناخذ يعني مثلا body fluids ممكن نسوي يعني fluid replacement أو fluid therapy كلها عن طريق الكارديوفاسكولار. Regulation of what? Regulation بالكارديوفاسكولار سيستم يسوي لي إما intrinsic or extrinsic. Intrinsic يقصد به الكارديوفاسكولار سيستم itself تسوي regulation، من يصير عندي زيادة بعدد ضربات القلب أو انخفاض بها راح يسوي لي
سيلف ريجوليشن، هو نفسه. فاذا هاي احدى وظائف الكارديو فاسكولار سيستم. اضافه الاكسترنسيك، شلون شنو معنى الاكسترنسيك؟ يسوي لي وظيفه، بعض الاحيان يحتاج الجسم او بعض الاعضاء تحتاج الى عنايه خاصه، خلينا نقول او اهتمام خاص او وظيفه خاصه، فيقوم القلب الوعائي بتزويده بحاجته من الاحتياجات يعني الخاصه لغرض اداء الوظيفه والمحافظه على الهوميوستاسيس. Protection against what? Against the blood loss. يعني من يصير عندي blood loss, hemorrhage, or during operation, أكيد راح يصير عندي losses of blood. فمن اللي يسوي لي protection يمنع من هذا اللوز؟ هو الكارديو فاسكولار سيستم عن طريق الميكانيزمز اللي تأخذ في دروس المختلفة، مثلاً بالهيستولوجي أو الإميونولوجي وغيرها من هذه الدروس. Production of شنو ممكن أن ينتج لي الجهاز القلب الوعائي؟ احد يقدر يعني عنده في التصور شنو اللي يسوي لي برودكشن او سينثيسيس؟ شو يسوي او شو ينتج؟ احد يعرف؟ طيب معناها يفرز لي هرمونز، اكو بعض احد الهرمونات المهمه ينفرز من خلال جدران القلب، جدار القلب، البطانه القلب، البطانه العضليه للقلب. هذا الهرمون يفرز من الجهاز القلبي الوعائي، إذن فهو يساهم بالبرودكشن. زين، الكارديو فاسكولار هو عبارة عن بومب مثل ما تعرفون، يعني كلوزد سيركل. هذه الكلوزد سيركل هي المسؤولة عن أنه يسوي سيركوليشن، من اسمها سيركوليشن أوف بلاد والبلازما بالجسم كليته، من كل اقسام الجسم. فاذا هي تحتاج الى بومب ان يوصل لها البلد، تعرفون يعني يحتاج له الى قوه لان يصل الى اعلى منطقه بالراس واخفض منطقه بالرجل، ابعد منطقه بالقدمين. يعني من هو هذا يسوي لها البومب؟ زين، هذا البومب لازم احنا نعرفه شنو هي مكوناته والوظائف مالته من الناحيه التشريحيه والوظيفيه، يسموها functional anatomy. شنو النهن ذني مكوناته؟ شلون نسوي هذا البومب؟ يعني مثلا الماتور مال المي مالنا متكون من ملف كهربائي زائدا فان وبنكة وبشارة ومعرف ايش وتوصيلات. احنا لا، بالجسم مالنا عندنا يتكون البومب مالنا من cardiac muscle chambers، زين، valves صمامات وانترنسينج كوندكشن سيستم. راح نتكلم بشكل مختصر عن كل وحده من عندها، وتفصيلها الكبير راح تلقوه في الكتاب ان شاء الله. بالنسبه للاول قسم اللي هو الكاردياك ماسل، بماذا تتصف هذه الكاردياك ماسل؟ انتم ماخذيها يفترض بالهيستولوجي العام الماضي، نتكلم عنها هنا ايضا. تكون هي عباره عن سترايتد سيلز، شورت برانش سيل، يعني هي مخططه عبارة عن حزم صغيرة أو قصيرة، يونينيوكليات أحادية النواة، وانتركاليت الديسكس تتخللها الانتركاليت الديسكس. شنو هاي الانتركاليت الديسك؟ لو ننظر لها من الجانب العرضي راح نشوفها عبارة عن تشبه الزجزاج أو الخطوط اللي تربط ما بين خلية وخلية قلبية أخرى، من الاعلى او مقطع هذا الطولي العرضي راح نشوفها بشكل مثل الفواصل تفصل ما بين البرانش اوف او سيلز بالكاردياك ماسلز. ايضا هنالك ترانسفيرس تيوبيولز اللي هي تي تيوبيولز، هنا من بين بهاي الصوره نشوفها بصوره اخرى. تي تيوبيولز هي عباره عن لارج ان اوفر زي ديسك، هذني ايضا راح تسوي لي طريقه ربط. لو ننظر هنا في هذه الصوره في هذا الجراف راح نشوف على الجانب الايمن انه انا عندي الانتركاليد ديسك، شوفوها شلون شكلها يصير من 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 المقطع العرضي والطولي والشكل التوضيحي الرسم اخر. زائدا عندي ما يسمى بالجاب جانكشن، هاي الجاب جانكشن تربط ما بين هسه هذه خليه قلبيه وهاي خليه، كيف ترتبط الواحده مع الاخرى؟ ترتبط عندي عن طريق الانتركاليتد ديسكس تشبه الزت، زائدا الجاب جانكشن تعطيها قوه ومتانه في الربط ما بين الخلايا، وقوه وسرعه باعوا شلون ده ينقلن هذني في ما بينهن الالياف، وحده بالثانيه مرتبطه على مود يصير عندي انتقال سريع جدا
للويفز اللي راح نتكلم عليها بعد قليل إن شاء الله تعالى. من الخصائص الأخرى هي الكاردياك ماسل، هي عبارة عن relatively long action potential. هاي هسه نشوفها إن شاء الله، أحط لكم ما هنا أنا مع الأسف الشديد يعني فاتني، أنا أحط لكم الرسم البياني نشوف شنو فرق long action potential مقصود به. الأكشن يعني هذه الميزة، ميزة تميزها بشكل خاص وكامل وبشكل يونيك عن السكيليتال ماسلز، مهم مهمة جدا. أنا شوف حتى خط جوا خط relatively long action potential in its fiber. شو معناها؟ معناها having a sustained depolarization، ونقصد به بالبلاتو. بلاتو البلاتو is produced by calcium ion entry through the voltage gated calcium channel in the sarcolemma. يعني راح أحاول هسه إذا على السريع ألقي عندي عندي صورة، بس إحنا نستمر بشرح إن شاء الله. موجودة صورة كلش حلوة تبين لي هذه كارديوفاسكولار. يعني هي مهمة لأنه أرد أويل أبين لكم إياها أهميتها كلش مهمة. الآن راح أيضا راح نشوفكم ظهرت عندكم هنا هنا لو ما ظهرت ظهرت عندكم لو ما ظهرت شباب؟ لا نعم دكتور ظهرت دكتور، قصدك المايوكارديال فيزيولوجي بالضبط. هاي الصورة الرسم البياني تمام ظاهر. إيه هو أنا على هذه إذا أحب أشوفكم هذه هنا لاحظوا هذه يسموها من عند الثريشولد، هذه المستسم الأكشن بوتنشيال. الآن لو نيجي نقارنها مع الأكشن بوتنشيال مال السكيليتال مسل راح نشوف أكو فروقات كلش كبيرة بيها. زين يعني بالضبط لاحظوا هنا راح تباعون هاي وتسمى منطقة البلاتو، هاي باللون البيج او يسمى ريفراكتوري بيريد. ريفراكتوري هذه شنو يفرق؟ تفرق لهذه عن هذه هنا الجهه اليسار هي عباره عن سكيليتال مسل، بينما الجهه الثانيه هي الكاردياك مسل. شنو الفرق فيما بينهن؟ هاي بعد ما نحتاج هسه اخلي لكم اياها بالبرزنتيشن مالكم. شنو الفرق اللي بيها؟ الفرق مهم جدا انه عندي من تكون هاي تنتج لي هاي الفولتج جيتد كالسيوم شانل بالكاردياك مصر تفتح لي الشانلات راح تعبر لي كمية كبيرة من الكالسيوم. بهالحالة ايش راح يصير؟ الديبولاريزيشن او اعادة التقلص الى وضع الطبيعي راح ياخذ له فترة اطول من الخلية العضلية. هذا الشيء يمنع، هذا يمنع من حالة حاجة مهمة جدا انه عندي العضلة القلبية الكاردياك ما يصير بها عملية التشنج. بمعنى اخر الان انت اللي تريد تسوي تمرين رياضي، اي واحد من عندنا يريد يسوي تمرين رياضي مثلا تحرك حركه فجائيه واذا به يصير عنده تشنج، مو نسميه بالرجل او بالايد او بالظهر، واحد يقول له رقبتي شنجت تمام او مو تمام. هاي الحاله ليش؟ لان البوتنشال مال السكيليتال مسل قليل جدا، ممكن ان يتعرض الى عمليه السبازم او يسموه تيتانس، بينما الكاردياك مسل لا يمكن ان يحدث بها هذا الشيء لانه عندنا فتره يسموه البلاتو او سستيند ديبولاريزيشن لفتره طويله والاكشن بوتنشال ماله طويل، فيمنع من حدوث التقلص المفاجئ. واذا اذا تقلصت عضله القلب معناه الانسان راح يموت. فاذا هذه ميزه جدا 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 مهمه تميز الكاردياك مسل عن السكيليتال مسل. القسم الاخر احنا قلنا البومب متكون من اربع اقسام، ذكرنا قسمين القسمين اللي هو الاول قلنا المسل الكاردياك سيل والثانيه عباره عن
البوتنشال، والثالثه هسه راح نتكلم عن التشامبرز. شنو هي التشامبرز اللي عندي؟ عندي تو اتريوم، تو اتريومز بالاعلى وتو فنتريكلز، ليفت ليفت اند رايت، ليفت اند رايت. بنفس الوقت هاي من بالنسبه اذا كان عندي اب اند داون، ابورد داونورد. لكن اذا اخذنا ليفت ورايت فانا عندي تو سيستمز، الاول يسمى البولمينري سيستم والثاني يسمى سيستميك او ما يسمى بالدوره الدمويه الصغرى والدوره الدمويه الكبرى اللي بالعلوم هيك يسموها، بس هي الحقيقه تسمى بولمينري سيستم، بولمينري سيستم. وعندي الثانيه اللي تسمى شنو هي؟ السيستميك سيستم. لاحظوا الفرق المهم حتى في جدران الرايت سايد والليفت سايد. شوف الوولز مالتها تكون ثيكند اند يعني بها 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 ماس مسلز، بينما الجهه اليمنى اقل. ليش؟ اريد احد يمكن يفكر لي بهذا الموضوع. وكذلك نشوف هنا اثنينات سواء الاتريوم ليفت ولا رايت راح نشوف ثين وولز، فهم اريد واحد يجاوبني عن هذا الموضوع. احد عنده فكره؟ نعم دكتور. تفضل دكتور. الجهه هاي تكون لان هي عمليه يعني الدم، انطلاق الدم لبقيه الجسم تكون بمب يحتاج الى عضله قويه، اما الاخرى فهي تستقبل الدم ما تحتاج يعني سمك اكثر. نص صح. الجواب الاول مالك النصف الاول، نعم هذا الجزء يحتاج يضخ للدم الى كل اقسام الجسم. هنا مو نقول ده يستقبل بفقط، غلط، هذا نص الجواب. الجواب انه انا عندي من اسمه الرايت هو البولمينري، اللانجز وين صايره موجوده؟ هياتها موجوده دائره دائر القلب، يعني ما يحتاج مسافه بعيده يروح البلد، تمام يا مو تمام. بينما بالجهه اليسرى انا احتاج ربما الى الاصابع مال القدم او الى قمه الراس او الى الاطراف، يحتاج لها ضغط قوي على متوصل، وراح نتكلم عليها بالبريشر تشينجز ان شاء الله من نوصله. لكن مبدئيا الدم هنا قريب، ما احتاج اني اودي مسافه بعيده، اللانجز كلش قريبه، فلذلك تكون الثين وولد سواء بالاتريامز او بالفنتريكل. شكرا على متابعتك. بالنسبه للقسم الفالفز، شنو هي الفالفز؟ عندي تو سيتس اوف فالف، الوحده الاولى تسمى اتريوفنتريكولار فالفز والثانيه تسمى سيميليونرز. وظيفتهم اثنينهم سواء الاتريوفنتريكولار او يعني الاي في فالفز او السيميليونر عباره عن شنو هي؟ بريفنتنج بلاك باك فلو اوف بلاد، تمنع من عوده الجسم. كيف تمنعها؟ تمنعها عن طريق وجود الكاسبس هذني مثل ما تشوفون، يعني الشرف الموجوده اللي مرتبطه في باوتار، هذه الاوتار تسمى كورديا تندينيا، او عن طريق التنشن اللي يحدث بهذه المصل تؤدي الى سحب كورديا تندينيا المرتبطه بها. الكورديا تندينيا مرتبطه بما من الجهه الثانيه بال شو يسموها بالكاسبس مال الفالفز، تسحبها الى الاسفل من يصير تنشن وترجعها الى الاعلى من يصير عندي ريلاكسيشن. لكن من ارجاعها معتمد على الطول مال هذه الكورديا تندينيا. هاي الكورديا تندينيا تغلق ليها اغلاق تام وكامل مثل ما تشوفون بجهه الجانب الايسر، يمنع من عوده البلد الى الخلف، لذلك الدم او اتجاه الفلو مال البلد عندي هو with one direction، ابدا ما يمكن ان يصير عنده ارتجاع الى الخلف. اذا البرولابس يعني التهدل اللي يحدث هذني يحدث بواسطه الكورديا تندينيا والتنشن اللي يحدث بالبابيلاري ماسلز. السيميليونر نفس العمليه، بريفنت باك فلو انتو فنتريكلز، الاول يمنع من عوده الدم الى يعني الاتريو فنتريكولار، تمنع من عوده البلد الى الاتريا. بينما السيميليونر، سيميليونر شو نقصد بها؟ احنا نقصد بها الايورتا هذا والبولمينري فالف، هذن الاثنين هذا يسمون مترال وترايكاسبس، مترال وترايكاسبس، هذن يسمى ايورتا والبولمينري، هاي تمنع من عوده الدم الى الاتريوم، هاي تمنع العوده العفو بالفنتريكلز، وهاي تمنع من عوده البلد الى الاتريوم. القسم الرابع من هذا البامب مان هو يسمى بالانترنسين كوندكشن سيستم، اللي هو من ايش يتكون؟ متكون من بيسي ميكر، يعني البيسي ميكر هاي النود اللي تسمى اس اي نود، مسؤوله عن استحداث او يعني تبدا لنا النبضه مالت القلبيه او الضربه القلبيه او الهارت بيت. زين تنتشر عن طريق الانترنودال باثويز اللي موجوده بالاتريامز فقط،
بعد ذلك تلتقط هاي الموجات، بتصطدم بالجدار، هاي النود موجوده في الجدار الليفي اللي يسموه فايبرس سبتم اللي يفصل ما بين الاتريوم والفنتريكلز. ستراكشر عندي يسمى الاي في نود، الاي في نود مرتبط بما يسمى بالبندل، هاي البندل، البندل تسمى بندل اوف شنو؟ اوف هس. هس منو هذا؟ هذا عالم الماني اكتشف انه وجود هذه البندل او الحزم اللي ما موجوده في ايضا في الجدار اللي في ما بين الليفت والرايت فنتريكلز. بعد ذلك يصير لها تفرع الى قسمين تسمى بعد التفرع الى ان بتصير انتشارها بالفنتريكلز ليفت ورايت تسمى بالبوركينجي فايبرز، وهذني عباره يسمى عادي يسموه الكوندكتنج سيستم، كوندكشن سيستم للكارديوفاسكولار. البيسي ميكر شنو وظيفتها؟ هي كوردينيت ذا كونتراكشن اوف ذا اتري اند فنتريكلز، يعني هي عندها توجيه عمليه التقلص والانبساط او تقلص اللي يحدث في الاتريوم، ثم بعد ذلك بالفنتريكلز عن طريق انتقال البوتنشال او هذا الويف كونتراكشن ويف ينتقل الى الاي في نود، تلتقطه يعبر عن طريق البرانشز ثم يصير عندي كونتراكشن. لو ننظر رسم تخطيطي انه الهارد يعني مثل ما قلت يسوي لي سيركوليت ذا بلاد باعه اتجاه واحد هكذا، ما يتغير، مستحيل يتغير، اي خطا بالموضوع الجسم راح يتاثر وما يؤدي اي وظيفه، ممكن تتعرض حياه الانسان الى الخطر. الهارد اذا سيركوليتس راوند ذا بلاد راوند ذا بودي، ليفت سايد عندي ليفت سايد transfer blood to from pulmonary veins to aorta, high pulmonary veins, هذا left side of the heart. يجيب لياها من lungs تيجي على left side of the heart، ينقل لياها إلى الأيورتا، من الأيورتا طبعاً يعني للجسم. ثم right side شو تسوي لي؟ تجيب لياها من التشيوز عن طريق superior inferior vena cava، تنقل ليها الى الرايت سايد، راح يرجع ليها لللانج ياخذ اكسجين، وتستمر هكذا تو سيستمز اللي هي الرايت البولمونري، الليفت هي السيستميك. زين، كل سايد مثل ما ذكرنا، مثل هذا الرسم التخطيطي، واذا ترجعون على الصور بعدين من تقرر راح تشوفها، يعني هي الصور الرسوميه يعني فيجر غير الرسم التخطيطي. اذا لكن كل سايد من كل قسم او كل جانب من جوانب القلب has two chambers، واحد اثنين اتريوم فنتريكل، و سابقا كان يسموها اوريكلز لكن بعدين تم تسميتها بالاتريومز، ولا زالت بعض المصادر تكتبها اوريكلز، اخاف تقروها بالكتب اوريكل معناه يقصد به اتريوم. وكذلك عندي الفنتريكلز ويرمز لها بالفي. كذلك تحتوي هذه الجئتين على فالز ذكرناها اللي هي between the atria and ventricles and between the ventricle والايورتا والبولمونري artery. الفالز اللي تفصل ما بين الاتريومز تو اتريومز وتو فنتريكلز تسمى بالاي في فالفز، من اسمها اتريو فنتريكولار فالف، وهي عباره عن اثنين تو فالفز. الليفت يسمى بالتو كاسبس، يسمى بالمترال، الليفت بتو كاسبس يعني شرفتين، بينما الرايت يسمى بالترايكاست وله ثلاثة شرف. زين، مثل السيميليونر اللي تفصل ما بين الفنتريكلز والأيورتا والفنتريكلز والبولمونري فالف تسمى سيميليونر، هذني أيضا لها ثلاثة شرف ترايكاست. إذن عندي أربع صمامات، ثلاثة منهن شنو؟ ثلاثة منهن ترايكاست بها ثلاثية الشرفة، واحد منهم فقط يكون المترال، واحد فقط اللي هو الليفت. زين، أسأل سؤال تفكير، أسئلتي ترى كلها يعني تجي عبارة عن استنباطية فكرية، ليش الرايت باثنين وثلاث صمامات بها ثلاثة؟ من يقدر يفكر يقول لي ليش؟ جواب ضمني رايت. أي بنتي بارد لأن الرايت الرأي ماخذ جزء من القلب. لا، مو هذا الجواب، انا بدي اسال الليفت ليش
تو كاسبس يعني شرفتين، بينما ثلاث صمامات بالقلب البقية بها ثلاثة. ضمنا ذكرتها بالأجوبة بالوظائف، المفروض يعني واحد هنا ينتبه. شوفوا عليه بسبب الأورتي دكتور. اي بابا اي بو اي شنو ابني الأورتي يعني يكون يعني بيب يعني بيج فازكولار خلينا نقول يحتاج انه اكثر من فالف. لا مو هيجي بابا عليه دكتور، لان ما نحتاج نوصل الدم للرئتين بقوة. لا بنتي لا مو هذا الموضوع، لا 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 اسمحوا لي خل اوضح على ودي من عودة ان عودة البلد تو وصلت وصلت عفية عليك، اسمح لي خل اكمل لك الشرح. عاشت ايدك عفية عليك بارك الله بيك، احسنت التفكير. انا اريدكم هيك تفكرون، احنا لما نقلنا يعني نقلل احتمالية حدوث عودة الدم من الايورتا الى القلب نقللها على مود تكون اقل ما ممكن. يعني بمعنى اذا رجع هذا البلد من الايورتا الى القلب ما راح يوصل للجسم، راح تكون عندي خلل بالوظيفة. لكن اذا صار عندي مشاكل بذني الثلاثة ممكن يتغلب عليها، ممكن تتأخر، ممكن تتعالج، لكن هنا لا. لذلك احتمالية أو تقليل نسب إصابة الصمام من يكون ثلاثة يتعرض يعني يتعرض إلى عملية البرولابس بشكل هواي، بس من يكون تو كاسبس شرفتين نسبة الإصابة أو البرولابس يصير أقل. لذلك هذا مهم جدا أنه نقلل احتمالية عودة البلد إلى الخلف من خلال تو كاز ثلاث ثري كاز ممكن يصير عندي يعني ريجريديشن للبلد وبالتالي تسوي لي مشكلة. شكرا ابني وشكرا بنتي على مشاركتكم. إذن these valves هاي شنو وظيفة هاي الصمامات؟ enable the alternate contraction and relaxation of the ventricles to pump blood around the body. إذن هي عبارة عن يعني خلينا نقول تسمح أو تساعد في التقلص والانبساط المتناوب فيما بين الفنتريكلز في لعملية ضخ البلد. يعني من يكون عندي الليفت هو ينقبض أو ينقبض الفنتريكلز راح تضغط للبلد إلى تدفع البلد من عندها، لكن من يكون ريلاكسيشن راح تستقبل البلد. فإذا من اللي يحدد الدخول وخروج البلد داخل هذه الشامبرز؟ هي الفالز، هذه الوظيفة إضافة إلى يعني الوظيفة الأساسية اللي قلناها أن يتمنع عودة البلد بالاتجاه المعاكس. لكن الوظيفة الثانية المهمة أيضا enable، شوف حتى خالية بالأزرق وياها bold، enable the alternate contraction and relaxation of the ventricles to pump blood around the body. هنا الملاحظة يقول لك if a valve becomes faulty، يعني إذا صار عندي عطب أو خلل في البيمن بالفالف هذا الصمام، the efficiency of the heart as a pump is greatly impaired. إذن قابلية أو قدرة القلب على أن تكون كبامب راح تتعطل بشكل كلش كبير. إذن هاي يعني فشل أو فشل عمل الصمامات أو فشل الإغلاق الكامل راح يؤدي إلى أن يضعف عمل القلب. إذا كان بالثلاثة ذني تريكاس راح تسبب مشكلة بالقلب نفسه، لكن إذا كان بالمترال راح تسبب لي القلب زائدا الجسم. طبعا حالات كثيرة راح نتكلمها في آخر الفصل مثل اللي هي سبب الصمامات، مثلا عندي الميرمرز اللي تصير عندي ممكن تسبب عندي يعني السينوسيز، هذه كلها حالات نذكرها بالأخير بعد ما نفتهم تركيبة القلب شنو مكوناته ووظافه وشون يشتغل. راح نتكلم على الأعطاب اللي ممكن أن تحدث بالأقسام المختلفة للجسم. نتكلم الآن عن structure of the heart. بداية هو الهارت lying in the thorax resemble as inverted cone، يعني موجود بالتجويف الصدري أو القفص الصدري بمتمثلا ك inverted cone يعني قمع مقلوب. ال superior aspect القسم الأعلى أو العلوي من عند الهارت اللي يدخل من خلال ال vessels تسمى بالبيز، يعني البيز بالمقلوب يصير القاعدة مالته إلى الأعلى. احنا قلنا inverted cone يعني مخروط مقلوب، البيز أعلى هي المكان اللي يدخل من عندها الفيسلز. أيضا الإكستريميتي الامتداد مع الفنتريكلز تسمى بالإبكس وتمتد إلى الأسفل. هذه الشكل أيضا راح نشوف أيضا اللايفت والرايت نشوفكم حتى هذا الأسود، والحقيقة هذا ملون كان أزرق وأحمر بس ما عاد الصورة كانت زمان
كتاب اسود ابيض، فراح نشوف الرايت سايد هو للبولمناري والليفت هو للسيستميك. التو اتريا اند تو فنتريكل اوف ذا هارت لايد سايد باي سايد، يعني الجه التو اتريام يعني التو البطينين والأذينين لايد سايد باي سايد، واحد جانب الجانب بجانب الاخر. عندما الهارت يصير يبدا بالبيتنج بالعمليه الضربات القلب هذه، the atria contract simultaneously، يعني تحدث عمليه التقلص في الكونتراكت تقلص simultaneously يعني بالتناوب ذاتي، تناوب ذاتي. Then after a short pause، شوف اكو توقف بسيط جدا، both ventricles contract، يعني الاول شو يصير عندي الحقيقه بشكل جدا سريع، الاول مره يصير عندي الرايت اتريوم بعدين الليفت اتريوم كونتراكشن بالتناوب واحد، لكن بفتره كل السريعه فيما بينه، يعني سريعه واحد بعد الاخرى وبين وتعقبها بعد هذا الكونتراكشن يصير عندي شورت باوز. هاي شورت باوز هي شنو؟ عمليه انتقال الويفز من الاتريوم للفنتريكلز عن طريق الاي في فالف، الاي في نود اللي تكلمنا عليه. هذه وراها شي يصير الفنتريكلز لا اثنين هن بآن واحد يصير عندهم تقلص كونتراكشن. زين وراها شي تبع ورد كونتراكشن، هذا الكلام ستراكشر، هسه راح يصير عندي لونجر باوز اطول من الفتره الاولى. خلال هالشي يصير ورا ما يصير هذا الباوز، بهذا الباوز الطويل يصير عندي الهارت از ان ا ستيت اوف ريلاكسيشن او ما يسمى بالايزومتريك ريلاكسيشن فيز. في هذه المرحله بعد من يصير عندي هذا الباوز الطويل راح يصير عندي شنو؟ راح يصير عندي ستيت اوف ريلاكسيشن. الانلت والاوتليت اوف ايتش فنتريكل لاي الونج سايد وان انذر، معناها شنو؟ المدخل والمخرج من خلال الصمامات تكون موجوده على مقطع واحد، واحد جانب الآخر. الحقيقة يعني هو هذا الستركتشر الغريب اللي صاير، يعني احنا هنا للأسف يعني تو دايمنشن ما أقدر أوصف لكم إياه إلا بالتشريح تشوفوه أو عمليا، أنه صحيح وحدة فوق اللخ الأتريوم والفنتريكل، لكن أكو عندي فايبرس سبتم هو صاير بأربع صمامات، اثنين تدخل منها واثنين تخرج منها. زين هذه الإنليت والأوتليت موجودة على السيم بلان مقطع واحد ويسمى بالفايبرس سبتم أو رينج. داير مداير كل صمام أيضا يوجد هنالك رينج، يعني فايبرس رينج، هاي مسؤولة على أنه تحافظ لي على تساعد مو تحافظ تساعد لي على موضوع يعني في اثناء ما يحدث عندي البريشر تشينجز والفوليوم تشينجز، تلعب دور كبير في عمليه الفوليوم والبريشر تشينجز نتكلم عليها لاحقا، لكن تذكروها انه الفايبرس رينج اللي موجوده اراوند ايج فالف لها يعني بلاي ان امبورتنت رول ان ذا بريشر تشينجز اور ان ذا فوليوم تشينجز ويتش اكرز ان ذا الهارت. اذا الهارت كومبوزد كستركتشر اوف اكارديك مسل، مثل هاي المسل مثل ما ذكرت لكم اياها قبل قليل، هاز ان انهير يسموه انهيرنت بروبرتي اوف ريثميسيتي، يعني لها وظيفه او خاصيه دائميه ازليه تسمى ريثميسيتي. شنو معنى ريثميسيتي؟ الريثميسيتي يعني احد عنده فكره يقول لي عليها لو انني نسترسل؟ نسقية. شنو نسقية؟ يعني هاي النسقية ما إلها علاقة، مو مثل المصل فايبر اللي موجودة بالسكليتال مصل. المصل إذا انقطع صار عندي قطع بها راح تتأثر الريثميسيتي مالتها، ما بها ريثميسيتي لأنه تفرق عنها، ما راح تسوي لي النسق بالتقلص والانبساط، يصير عندها قطع. لكن عضلة القلبية حتى وإن صار بها اي تقطع خلينا نقول الخليه اللي بصفها او المصل او الشيت راح تستمر بالوظيفه لانه لها ريثميسيتي تنتقل من خليه الى اخرى.
يعني معناها انه المسل فايبرز مالتها كونتراكت اند ريلاكس الترنتلي ان اريثميكال مانر، يعني تقلص وانبساط بشكل منتظم ومنسق نسقي. مين تبدا هاي النسقيه مالتها او الريثمسيتي؟ من الجريت اكستنت اللي موجود بالساينو اتريال نود، يسمى بالساينو اتريال نود اس اي نود. وين موجوده هاي؟ موجوده بالرايت رايت سايد اوف ذا هارت بالرايت اتريوم ان نير نير. لو اسمحوا لي ثواني. اعتذر حقيقة، هاي لأن عندي حالة طارئة بالمستشفى، بدي ينطوني الريبورت مالهم. نرجع هنا نقول هذه الارثمسيتي من تبدأ؟ تبدأ من منطقة أو امتداد موجود يسمونه الاس اي نود، موجود على الجدار الأيمن للرايت اتريوم، من منطقة دخول الانترنس اوف سوبيريور فينا كافا. Entrance of superior vena cava. عندما المناطق اللي يدخل من عندها هذين الجريت فينز superior inferior vena cava، المنطقة اللي يدخل من عندها قريب من عندها تكون هذه الاس اي نود. هاي الاس اي نود هي اللي يسوي لي origination of the heartbeat. ليش؟ لانه احنا تسميناها من ذا سابقا بالبيسي ميكر او منظم او ضابط النبضة اللي تعطيني اياها. شكل الكاردياك مسل سيلز اللي ذكرناها قبل قليل هي سيلندريكال ان شيب وسنترال نيوكلياي اند فينت كروس سترايشن. هذا مرتبط بالصور الاولى اللي حطيناها في بدايه البرزنتيشن، ما اريد اكررها مره ثانيه لكن نوصفها هنا. الفايبر برانش ذا فايبرز برانش تو فورم ا نتورك اوف شيت ان ويتش ديفيكلت تو سي وير وان سيل اندز اند ذا اذر بيجنز. لو نرجع سريعا هيك ونرجع عليها، شوفوا هنا ما راح نعرف مين تبدي مين تنتهي، او هنا بعد اوضح. شوفوا هاي خليه مين تبدي مين تنتهي، كل واحده تختلف عن الثانيه. هذه هي شكل الخلايا، شكل الخليه القلبيه كاردياك مصر. نرجع على نكمل زين. وهاي الخاصيه، خاصيه هذه الخاصيه للعضله القلبيه او الكاردياك مصر شيت behave as a sanctum. شنو معنى sanctum؟ يعني التجويف الفاضي المفضى الفارغ زين. يعني ما بها حدود، ما نقدر نعرف اين بدايتها واين نهايتها، بحيث انه تسمح بعمليه الكونتراكشن enable contraction wave to spread rapidly from cell to cell until the whole muscle mass is in a state of contraction. هاي الخاصيه السينكتيوم او سينكتيال لايك ارينجمنت، هذا الترتيب التنظيم لهذه للخلايا يسمح بان تنتقل الويفز كونتراكشن ويف بشكل سريع جدا من خليه الى اخرى، بحيث تستعمل على ان يحصل كونتراكشن للهول مصل في اجزاء من الثانيه. وهو المطلوب، احنا محتاجين الى ان يحدث عمليه الكونتراكشن بشكل جدا سريع لغرض انه يؤدي الوظيفه الخاصه بالقلب. شوفوا بالاحمر كاتبه no nerves are involved in the spread of contraction wave. وانتبهوا للكلمات رجاء، يعني مو واحد يجي يقول لي القلب ما بي تجهيز عصبي، لا اكو بي سمباثيتك واكو بي باراسمباثيتك، ولكن احنا دا نقول هنا وين in the spread of contraction. لو نرجع للصور الاولى من شوفتكم الكوندكشن سيستم، قلت لكم الاس اي نود بها انترنودال، مو اكو برانش بعدين يصير اي في نود بعدين يصير البرانش بندل اوف هيس وتتقسم بركنجي.
لكن مو مو ما عندي نيرف فايبر ينقل لي الويف ويعطيني احساس، يعني ينطي اعاز للدماغ ويعطي الدماغ للقلب من جديد. والدليل على ذلك الحقيقه ان طريقتين او خلينا نقول حقائق اثنين. الاولى انه احنا اذا عملنا تقطيعات انتر ديجيتينج يسموها كاتس ان افيس اوف اتريال مسل، اذا هاي اذا جبنا قلب يعني حيوان تجربة احنا نسويها، نفتح القلب ما تنطيه مخدر، نفتح الصدر نشوفه، نجي نعمل قطوعات في العضلة الأتريوم البطين الأذين العفو أذين فراح نشوف انه يستمر القلب بالتقلص، ما يتوقف حتى وان قطعنا العضلة. يعني لسه قلت لكم ماني، اذا الكاردي السكريتال مصل بالرجل بالإيد بأي مكان اذا انقطعت بعد ما يصير عندي عملية تقلص وانبساط للجزء اللي وراها. بالقلب لا، مقطعة يستمر هذا الكونتراكشن. الشيء الآخر، الشيء الأول، الحقيقة الأخرى زين، أنه أيهما يبدأ يبدأ بالنشوء قبل الآخر في المرحلة الجنينية زين. اللي يبدأ بالمرحلة الجنينية هو الهارت بيفور النيرفس سيستم، يعني يبدأ بالمرحلة الامبريو عند الامبريو هارت بيت بيفور ذا نيرف هارت ديفلوب. يعني لو كان الهارت ما بي نيرفز بالمرحلة الجنينية، يبدأ إذا القلب بالضربات قبل نشوء وتكوين الجهاز العصبي. لذلك ماكو تجهيز عصبي إلى القلب مرتبط بعملية spread of the contraction beat. يعني هاي الاتريومز الحقيقه يعني بما انه هي عباره عن سيبريت تشامبرز، وحده مرتبطه منفصله عن الثانيه، مو قلت لكم اكو سبتم ما بين الليفت والرايت، كيف تنتقل الموجات من اليمين الى اليسار؟ انه تكون تشكيلها بشكل سيركلز منظمه، المسل فايبرز الرينج ان رينجز او حلقات راوند بوث اتريا، وبالتالي من يكون شكلها دائري او حلقي او بشكل كبير دائرة أو يسموه رينج، يعني نعم رينج حلقات دائر تحيط بالأتريومز دائر مدائرة، تسهل عملية انتقال الموجات بشكل سريع عبر الليفت الرايت إلى الليفت أتريوم، وبعد ذلك تنتقل إلى البلبل. هذه شوفوا الصورة هنا تبين رسم تخطيطي. The heartbeat originating as a contraction wave. تبدأ البيت as كعبارة عن موجة تخلصية. تصير لها spread هذه انتشار إلى جهة اليسار. زين إلى الأتريوم كله. تصطدم بهذا الأتريوفنتريكولار سموها سبتم. هذا fibrous septum موجودة يمه الأتريوفنتريكولار نود. تلتقط هذه الكونتراكشن ويف. تلتقطها تنتقل من بين التو فنتريكلز هذه الى ان تصل الى الاسفل، تتفرع الى اليمين واليسار وتنتقل تعمل على انتقال الى كل القلب كونتراكشن ويف. ايضا عندي البلاد ان ذا اتريا از فورست ثرو ذا اتريو فنتريكولار فالف تو انتو ذا فنتريكل، يعني يجبر الدم بالعبور من الاتريو فنتريكولار فاز الى من الاتريوم الى الفنتريكلز، وهذه دور الرينجز اللي قلت لكم عليها اراوند ذا انتري اوف سوبيريور اند انفيريور فينا كافا والبولمونري كلوز اوف، تغلق الفين واز اسفنكتر لايك اكشن سو بلاد از ريجريجريتد باك نوت ريجريجريتد انتو ذا فينز وذ ذا اتريا. كيف تمنع هذه؟ تساعد مع الشرف في عدم عوده الدم ورجوعه الى الاجزاء اللي كان هو خرج منها. اخيرا the spread of contraction through the cardiac muscle سيز ذكرت اني يتوقف عندما يصطدم بالفايبرا سبتم بين التو اتريام والفنتريكلز اللي بيسوي يطلق عليه بالبلان اي اند بي، هاي ذكرتها قبل قليل. الاونلي باث واي هو فروم ذا انتيريو فنتريكولار نود الى البندل اوف هيس اللي اسم عالم الماني قلت لكم اسمه ويليام هيل هيس. البندل تتفرع الى بتوين رايت ليفت فنتريكل وتعبر بعد ذلك الى الباسات كونتراكشن ويف داون ذا بندل تو موديفاي كاردياك ماسل. طبعا بس هنا توضيح سريع اضافي لما ذكرته، كل هذا معاد ذكرته قبل قليل، انه
انه الانتقال الموجه ما بين بالبندل اوفيس تكون نوت فيزيبل لا بالاي سي جي ولا بالعفو بالاي سي جي بس نكشفها، بس من الظاهر الشكل الخارجي لو نفتح القلب الصدر ومباوع على القلب اثناء ما يتقلص ما راح نقدر نميز انتقال الموجه في بين هذا الفايبر سبتم. ليش؟ لانه تكون داخليه، لكن نقدر نكتشفها من نسوي اي سي جي ونعرف هل الموجه انتقلت او لا، وهي لها علاقه بعمليه تحديد بعض الامراض مثل الهارت بلوك وغيرها. زين، تظهر بشكل عباره عن سلايد باوز بعد ما ينتقل، بعد ما يصير اتريال كونتراكشن راح نشوف اكو سلايد باوز. هذا السلايد باوز التوقف البسيط اللي قلنا عليه قبل هو عباره عن انتقال الموجه في داخل الفايبر السبتم ما بين الاتريوم والفنتريك تو فنتريكلز الى ان تصل الى البيز اوف ذا هارت، وبعدين تصعد الى الاعلى لغرض التقلص وتحدث لي اول الهارت بيت. نقف عند هذا الحد الى البريكارديوم، ونامل انه ان شاء الله نكمل معكم عندما يصير عندنا الحضور حضوريا. الان راح ادز لكم شو يسموه شو اسمه هذا لينك مال الحضور، نبقي أحبقي خمس دقائق الحقيقة، وبعد ذلك راح نغلق احنا خمس دقائق. فيرجى انه تسجلون الحاضر خلي يسجل، وبالمناسبة يعني بس أعطيكم فد شيء، يعني هسه أنا عندي هنا 191 وين موجودين بال FCC بيست، وبالزوم عندي 100، فإذا معناها المجموع الكلي راح يصير يفترض 191 و100 200 290. هنا أنا أيضا راح ننطيكم وأنا هذا الشات بيست. نعم، فأترى يعني أرجو أنه من حضراتكم أنه يكون الحضور فقط للي حضر، ما إحنا مو ضد شيء بقدر ما أنه إحنا يعني كل من يأخذ استحقاق، يعني أنا عليها درجة ترى بعدين بالمناسبة. أي أسس ليها 127، أنا من يوصل العدد 290 راح أغلق الريسبونسز 175.